تزامناً مع الارتفاع الرهيب لعدد الإصابات بفيروس كورونا، نزلنا إلى الميدان رفقة مصالح الأمن للوقوف على مدى احترام الناقلين لإجراءات الوقاية من كورونا، خرجة راح ضحيتها عدد من المخالفين. فلا بالك بلي الظرف اللي رانا عايشينه تاع الوباء والانعكاس تاعو على المجتمع الى غير ذلك، وتعلى بالك بلي الاجراءات الوقائيه لازم تطبق في الميدان، لازم نشوفوها. صح. انت سي وليد تحدد في الكارت تاعك نورمالمون هي في الكارت كريس 30، بصح نورمالمون في الوقت هذا نورمالمون شارجي كل ورقه. وانت شحال راك رافد؟ كومبلي. سما انت ما غيرت حتى حاجه، حتى ما تلفتش كوارات وما تحرم الشروط الوقائيه وما تمتش التيكيات. تراخي يزيد من انتشار الفيروس تقابله عقوبات رضعية للمخالفين. مصالح أمن ولاية الجزائر تكثف من خرجاتها الميدانية التحسيسية والتوعوية لفائدة سواق الحافلات، وهذا على مستوى محطات نقل المسافرين من خلال تقديم جملة من النصائح والإرشادات على غرار التباعد الجسدي، وضع الأقنعة الصحية، تعقيم الأيدي، بالإضافة إلى التقيد بالحمولة بالنسبة للأشخاص 50%، كذلك الجانب الردعي في حق المخالفين للبروتوكول الصحي والإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس. أصحاب حافلة النقل من جهتهم ألقوا باللوم على الركاب الذين حسبهم لا يحترمون إجراءات الوقاية، خاصة ما تعلق بوضع الكمامات، ما يجعلهم بين مطرقة إنزال الركاب وتلقي المخالفة. واحد ماشي داير بافيت ولا شيفور ولا ريسيفر ما يكونش داير بافيت، اولا كيحبسوه في الباراج يقول له ماكش داير بافيت، ولا يكون دايرها ولا يطلع لداخل، اولا اللي يكون داخل حافله او يحبطوا البوليس. هذه صارت لي مقبيله على 8 تاع الصباح، حبطوا هو انا نحالي كوارط. سواء كنت راكبا او صاحب مركبة، فالتقيد بالاجراءات الوقائية الصحية اكثر من ضرورة، خاصة التباعد الجسدي، فالوضع الصحي الحالي يتطلب تكاثف الجهود للحد من انتشار الفيروس.